النادي اللي جاب الهاري كين لمنا باللغتين بتوعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايوه يا جدعان، الموسم الرابع هيبدا من هنا، هيبدا من مطروح. نعمل ايه بقى؟ هننزل نسال الناس بالليل بس كده اما الدنيا تليل شويه كده، يعني يا جدعان هننزل نسالهم اسئله واللي هيجاوب هياخد مبلغ مالي صغير كده، يعني ان شاء الله نفرح الناس. يعني طبعا الفيديو ده هيكون فيه تعب كبير من ورا الكاميرا من عبده المصور ويوسف المصور اخواتي يعني يا جدعان. فعلشان بقى الموسم الرابع يبقى موسم جامد كده يا جدعان، يعني هسيب لكم بقى حساباتي تحت في الوصف طبعا، وهسيبها لكم في اخر الفيديو زي ما انتم عارفين. بس علشان بقى ما اطولش عليكم روحوا مع الفيديو. ايوه يا ريس، عامل ايه؟ كله تمام. هنسالك سؤال كده ولو جاوبت عليه هديك حاجه بسيطه كده ان شاء الله. تمام. الدوري الانجليزي السنه اللي فاتت، تمام، كان مين تاني الهدافين بتاعه؟ تاني هدافين الدوري الانجليزي، تاني الهدافين على طول. اه، هو اول هداف كان هالاند. هو الهداف الاول طبعا هالاند. هالاند ده معروفه يعني، هالاند ده فشيخ اصلا يعني. كان تاني هداف، تاني هداف، استنى اصبر اجمع لك براحتك خالص. صلاح. انت اللي ايه؟ انت اللي ايه؟ اللهم صل على حضره النبي. انت جبت المعلومات دي منين؟ هو مش صلاح، مش عارف باخد مركز. لا صلاح واخد الرابع او الخامس تقريبا يعني. مين اللي كان المفاجاه بقى اللي الثالث؟ كان واخده ايفان توني بتاع برينتفورد اللي هو موقوف دلوقتي. اه، ومين بقى اللي واخد الثاني؟ اللي واخد الثاني هاري كين. هاري كين حبيبي يا صاحبي، حبيبي اخويا. ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. هو الثاني تقريبا عادي، هو مشهور ده جاي يعني، معروف خالص، معروف بتاع هو مفيش غيره. مين؟ محمد صلاح؟ لا لا، مش محمد صلاح، الثاني بقى هاري كين. هاري كين. طب جاب كام جون بقى؟ اقول لك انا كنت فاكر فعلا بس انا راحت حضرتك. هاري كين هو لو جاب كام جون خلاص كده، وتقريبا 31 هدف. قربت 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 خالص، قربت خالص برضه. 33؟ لا كان جايب 35 تقريبا او 37. قربت برضه. طب ايه رايك فرق دوري الابطال النهارده؟ لا السلام عليكم، حلو. طيب مين اصعب مجموعه بالنسبه لي؟ معروفه يعني، هي المجموعه السادسه طبعا. ايوه، فيها باريس ونيوكاسل و روسيا. خلصنا يا صاحبي، اتشرفت بيك والله العظيم. حبيب قلب اخوك، ولا تسلم حبيبي. سرعه دوري الابطال النهارده اكيد. اه خلاص، انت برايك مين اصعب مجموعه يعني؟ هي تقريبا هي هتبقى طبعا المجموعه السادسه اكيد طبعا، فيها بقى باريس سان جيرمان. وحضرتك شفت نيوكاسل الموسم اللي فاتت كان عامل ازاي؟ كان يعني كويس. كان دمار يعني طبعا. اتشرفت بحضرتك والله العظيم حبيب قلبي يا ريس، تسلم يا جدعان. ده دليل ان الكوره في مصر وكل الناس في مصر بتحب الكوره. معانا الراجل المحترم ده بيجري على عيشه طبعا يعني، ربنا يرزق حضرتك يا رب يا رب تكسب معانا. هو انت فاهم، تيجي على حظوظك ان شاء الله. تمام. سؤالين ان شاء الله مع حضرتك، ولو جاوبتهم على طول هتاخد الجائزه، الجائزه بسيطه برضه انت فاهم. الدوري الانجليزي السنه اللي فاتت كان مين تاني الهدافين بتوعه؟ كان محمد صلاح. لا السنه اللي فاتت تاني الهدافين، تاني هدافين السنه اللي فاتت في الدوري الانجليزي كان اللهم صل على سيدنا محمد، كان اللهم صل على، كان كريستيانو رونالدو. الدوري الانجليزي. لا محمد صلاح. لا لا والله مش محمد صلاح. تكلم جد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما أعرف غير منك دلوقتي أبو حميد. حبيبي محترم والله. حبيب قلبي. لا لا لا، هو مش محمد صلاح ولا كريستيانو. كريستيانو راح النصر خلاص. كان مين يعني؟ كان هاري كين. هاري كين. حصل حصل حصل، هو ده حصل. وكان جايبه ب 30 هدف. حصل 30 هدف. خلصانه بقى. هاني كين. حبيبي يا ريس والله نورتنا. حبيب اخوك. لا هسال حضرتك سؤالين ولو جاوبتهم ان شاء الله تاخد معانا جايزه ماديه صغيره كده على قدنا. تمام حضرتك. الحمد لله. هسالك سؤال كده، سؤالين كده ان شاء الله، لو جاوبتهم هتاخد معانا جايزه ماديه على قدنا كده ان شاء الله. تمام. كان الدوري الانجليزي السنه اللي فاتت كان مين تاني الهدافين بتوعه؟ هو كان هالاند الاولاني. تمام، هو معروف جدا يعني، وفي 36 ده كان لسه واخد جائزه هاري كين. هو هاري كين فعلا جايب كام جون؟ هو جاوبته خلاص هتاخد تقريبا كان 19. لا بعيد قوي. اكتر اكتر طبعا، ده هاري كين يا ابني. يبقى 26. انت كرم.
حبيبي. خلاص يا عم انا هقوله لك، كان جايب 30 جون تمام. تاني الهدافين اول هدافين كان هالاند، ده كله عارف هالاند يا جدع. تقريبا كان يعمل ليفربول بس مش فاكر اسمه. لا لا مش من ليفر خالص، ليفر كان الموسم اللي فات سيء اصلا، مش ليفر خالص. لا مش فاكر صراحه خالص. مش مجمع معاك خالص. طب هقول له حضرتك هو هاري كين وكان جايب 30 جول. هاري كين كان جايب 30 جول. 30 جول وبعديه محمد صلاح على ما اعتقد. لا مش محمد صلاح اللي بعديه، واحد اسمه ايفان توني كان جايب 20 جول، ده لاعب برينتفورد. تمام. ودلوقتي موقوف علشان كان بيعمل مقامرات وبتاع وكده يعني. محمد صلاح الخامس ب 19 جول. تمام. شرفت بحضرتك والله. الله يخليك يا ريس. طب انت ليك في فانتازي صح؟ مظبوط. طب انا عايزك دلوقتي تنصح الناس اللي بيلعبوا فانتازي، جيب لهم لعيب ديفرنشر كده، واحد زي تريبيير السنه اللي فاتت كان ديفرنشر وجاب نقط كتير، واحد زي مثلا سميث رو من كام سنه. عايزك لعيب كويس، واحد زي اللورد لاندسترام من فتره كده، من 4-5 سنين بالظبط، كان في شيفيلد يونايتد. تمام. انا عايز اللعيبه السنه دي ويكمل معاهم لاخر الموسم. ممكن كويس. ممكن بالمر لسه راح تشيلسي، لسه راح في الانتقالات النهارده. أيوة. لعيب كويس وديفرنشال كويس. تمام. مين تاني تنصحهم؟ ننصح الناس، لان الناس متسوحه فعلا في الفانتازي، متسوحه في الفانتازي. عندك مثلا يعني انا السنه دي كنت مراهن على جواو بيدرو بتاع برايتون، وكنت لا مش خزلنا ولسه يعني لسه، وكنت مراهن برضو على جاكسون، وكنت مراهن على ويسا. عايزين مهاجم عدل يرضي ربنا. جاكسون ابتدى يجيب معاك. واتكنز. لا جاكسون لسه. واتكنز مكمل كويس. واتكنز كويس بالظبط. ماشي يا صاحبي تسلم. انت كده حليت. مش بص يا جدعان الراجل ده محترم وكفاءه. حبيبي صاحبي. حبيبي يا غالي تسلم. حبيبك اخو. حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله. إيه هسال حضرتك سؤالين، ولو جاوبتهم انا هتكسب جائزه ماديه كده على قد ان شاء الله. تمام. ماشي. الدوري الانجليزي السنه اللي فاتت تمام، كان مين تاني الهدافين بتوعه؟ تاني هدافين، تاني هدافين الدوري الانجليزي السنه اللي فاتت. هاري كين. الله اكبر، اول واحد جاب هاري كين والله. يلا فاضل واحد بس. كام جون جاب؟ كام جون هو هيجيبه يا الراجل ده؟ شكلها مكتوبه له. بص هو 20-21. قربت. 22 جون. قربت قربت. علي شويه يعني. هاري كين هيجيب 22 جون؟ لا 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 يبقى بحقه. انا اسف. جاب 26. انت كرمه. انت كرمه كده. لا اكرمه اكتر بقى. 28. وليه يا جدعان الناس كلها في الرينج العشرينات؟ هاري كين ما عداش 30. لا هو ما عداش ال 30، يبقى جاب كام؟ جاب 29. خلاص جاب 30. ايوه هو ده الرقم. جاب 30. خلاص يا عم انت مش مشكله. هو بس جاب الاسم من اول مره يكسب ال 20 جنيه عشان هو الوحيد اللي جاب الهاري كين. اتفضل يا باشا. فرحان قوي. هو الوحيد اللي جاب هاري كين حبيبي. طب انت شفت ورقه دوري الابطال النهارده؟ تمام. يعني عايزك تكلمنا عنها. انا والله مش فاكر المجاميع كلها، المجاميع كتير. تمام. انت عارف هي اشهر مجموعه اللي حصلت. تمام. مجموعه اللي فيها نيوكاسل. تمام. انت طب انت ايه توقعاتك مثلا؟ انت اكيد متابع ليفربول اليومين دول. تمام. ومتابع برشلونه والحوارات دي. انت ايه وضع يعني الانديه دي كانت جامده، انت شايف انها توصل هتكمل الموسم ده بعد الصرف اللي صرفته ليفربول اللي مش راضيه تصرف؟ معلش ليفربول كده مش راضي يصرف اصلا ويجيب مدافعين. ليفربول كده كده هيلعب يوروبا ليج. تمام. كده كده خارج الحسابات. هنتكلم على العاب دوري الابطال. تمام. انت تتوقع ايه؟ نيوكاسل ان شاء الله يعدي. ارسنال يعدي. تمام. ان شاء الله فرق الدوري الانجليزي تعدي. خلاص ماشي يا ريس. عشان محبين الدوري الانجليزي. يا ريس انت على راسي من فوق. شرفت بحضرتك والله. حبيب قلب اخوك. تسلم حبيبي. زي ما قلت لكم يا جدعان الكوره، كره القدم لكل الناس. اسمك ايه يا عسل؟ السيد عبد الفتاح. حبيبي انت بتشجع نادي ايه؟ الريال. ريال مدريد. اه. طب انت بتحب مين هناك؟ بحب فينيسيوس. ده احلى مسا عليك خالص. طب بقول لك يا حبيب قلبي، انت بتعرف الدوري الانجليزي السنه اللي فاتت كنت متابعه؟ طب تعرف مين؟ تخمن كده، خمن مين تاني هدافين الدوري الانجليزي السنه اللي فاتت؟ محمد صلاح. هو كله بيحبك يا ابو شاه. يا جدعان قطعتكم زي ما انتم شفتوا كده، سالتهم مين تاني هداف الدوري الانجليزي قالوا على طول محمد صلاح. فاتمنى ان وقت ما الفيديو ده يكون نزل اتمنى ان محمد صلاح يتنيه في ليفربول حتى لو للسنه دي بس. اتمنى انه ما يروحش الاتحاد السنه دي بس، ويروح بعد كده عادي في الانتقالات الصيفيه، لان محمد صلاح فخر العرب. زي ما انتم شايفين كلكم الناس كانت بتجاوب ازاي وهي فرحانه اصلا. يعني معلش يا جدعان قطعتكم، روحوا مع الفيديو تاني. لا مش محمد صلاح، كريستيانو.
كريستيانو خلاص كان ساب بقى اللي كان ساب الدوري الانجليزي ده كان 2022 هالاند لا 23 سنه اللي فاتت اهو هالاند الهداف الاول الثاني بصوا يا جدعان هو كده كده الراجل ده هيكسب معانا هو هاري كين و30 جون تمام واحنا عاملين مكافاه صغيره كده تمام احنا لسه عليه حبيبي طبعا يا جدعان عشان احنا في نهايه الفيديو احنا هنجيب بقى اصل البلد اللي احنا فيها ديت مطروح واستقبلونا احلى احلى استقبال الصراحه اسمع الله يخليك الله يخليك ازي حضرتك الحمد لله رب العالمين الله يخليك طبعا انت متابع كوره وكده صح ايوه شويه طب بتشجع نادي ايه برشلونه تمام يا ريس انت اي حابب تتكلم عن الاوضاع اللي بتحصل في نادي برشلونه دي والله بص بقول لك يعني برشلونه مره يكون حلو ومره يكون وحش فهمت يعني عندك الهجوم وعندك الدفاع وعندك المدرب حلو مدرب برشلونة يعني تشافي تمام مدرب حلو يا ريت تشوف مستوى مستوى برشلونة في الموسم المقبل يكون أفضل شوية يعني لا أنا عايزك تتكلم لي باللغة بقى ولا إيه تكلم لي باللغة اللغتين بتوع يردك كيف بردوية راك بردوية لك ده بتقول إيه إيش نقول لك بالنسبة لفريق برشلونة بالنسبة لنا يعني بالنسبة لهالمطروح يعني بيحب فريق برشلونة تمام ولكن يا بخت فريق برشلونه بيكون حبيبي والله الله يخليك الله يخليك اتشرفت بيك والله العظيم حبيب قلبي تسلم تسلم يا خدمه تسلم والله العظيم كده يا جدعان بقى وصلنا لنهايه الفيديو الجميل ده حبينا بقى عشان زي ما انتم شفتوا بقى في اول الفيديو كده ده بدايه الموسم الرابع كان معانا عبيده الصراحه روق علينا هنا بالفلاش وكله حتى بالصراحه انت كمان عندك موهبه يعني انت عندك سكيلز مختلفه مع الناس انا شفت ناس كتير قوي بتسجل ما فيش حد عنده السكيلز اللي انت بتطلعها دي انت بتجبر اللي قدامك ان هو يتكلم هو انت لازم تتكلم تقول لي اجابه حتى لو مش عارف هو ما بيزعلش هو بيقعد بردك ويسجل مبسوط وانت شاب ناجح ومجتهد وان شاء الله ربنا يكرمك ومعانا الباشمهندس الديب برضه ربنا يخليك اتشرفنا بيكم يا رجاله والله العظيم مفيش احلى من كده ننهي الفيديو يعني الراجل ده يا جدعان هنا في مطروح كل عنوانك بيصور فيديو بيصور الناس ده احنا عند الباشمهندس كبير المهندسين الباشمهندس محمود العرايشي مكاننا عند شاطئ العوامي مدخل مطعم سمكمك نيو سمكمك بصوا يا جدعان الراجل اللي ده يروق الدنيا على اي حد فكده يا جدعان يا رب بقى الفيديو ده يوصل لعدد لايكات كبير والسلام